يعني ده اسرع هدف في كاس الامم الافريقيه بصفه عامه كان هيروح النهارده كان النهارده يعني مثلا النهارده كان يعني بالشكل انا حتى قمت جريت ببص كده في الدقائق لقيتها دقيقتين قلبي ارتاح بعديها بصراحه ان ده طبعا اسرع هدف. بشكرك طبعا سيف وبشكر الاخوه بعد قد ايه بعد انا عملت ستوب واتش بعد 18 ثانيه بالظبط مش 23 كانوا في موضوع الجينز كاتبين 18 ثانيه بالظبط 18 ثانيه 18 ثانيه هو الميديا كلها كانت كاتبه 23 لكن انت لما تيجي تمسك الستوب واتش كان ب 18 ثانيه بالظبط فطبعا ده كان حاجه ولعبوا مثلا شوف كم فرقه بس الحمد لله النهارده عدى الدقيقتين يعني الحمد لله ان ربنا ما شاء الله منتخب مصر اي حد يجيب ويسجل يعني ويضرب الرقم واسرع لكن براحته يعني براحته قوي فاتحين له الطريق يعني ولو احمد ربنا كرمه برضه يا رب ان شاء الله باذن الله.